وزير الصحة العامة يوقع على اتفاقات تعاون مع منظمتي الصحة العالمية والمنظمة الأممية لرعاية الأمومة والطفولة لتحسين الخدمات الصحية لصالح الأمهات والأطفال في بعض الأقاليم بالبلاد. المدير العام لوزارة المالية والميزانية يشهد مناسبتي التسليم والتسلم بين المدراء الجدد والقدامى بإدارتي الجمارك والضرائب، وذلك بحضور عدد كبير من عمال الإدارتين والمسؤولين بوزارة المالية والميزانية. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية، وأبدأه بهذه البرقية، برقية التهنئة من فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. هذا نصها: خادم الحرمين الشريفين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بمناسبة شهر رمضان المبارك أن أتوجه إليكم باسم الشعب التشادي والحكومة وباسمي شخصيا بأحر التهاني، مشفوعة بأصدق تمنيات الصحة والسعادة لكم ولأسرتكم الكريمة ولشعبكم الشقيق بمزيد من الرفاهية والأمن. سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل صلاتنا وقيامنا، ويكلل بالنجاح جهودنا الخاصة لمواصلة أعمالنا الفاضلة لسعادة ورفاهية شعوبنا والبحث عن السلام في العالم. وأن نجدد لكم مرة ثانية تمنياتنا لكم بالصحة والهناء في بداية هذا الشهر الكريم. أرجو منكم خادم الحرمين الشريفين والأخ العزيز أن تتقبلوا مني أسمى عبارات المودة والتقدير، وكل عام وأنتم بخير. إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد رأس الدولة. وقع اليوم وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح على اتفاقيات تعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، وذلك بهدف وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تحسين الخدمات الصحية للأمهات والأطفال في 5 أقاليم بالبلاد. المناسبة كانت بمباني الوزارة. ياسر محمد أحمد. بهدف تقليل من وفيات الأمهات وأطفالهن وتزويت المراكز الصحية بوسائل النقل وتكثيف الحملات التوعوية وسط سكان الريف وتدريب الأطباء والممرضين، جاء حفل توقيع الاتفاقيات بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمومة والطفولة اليونيسيف، وذلك لتقوية خدمات صحة الأم والطفل وبدعم من البنك الدولي لصالح مشروع دعم صحة الأم والطفل، وبتكلفة مالية تقدر ب 4 مليون دولار. أونو أكما بيسان الشوفو بروبلم أنا موت أنا هاوين أوين دا في زون دا كن ميغايسو دايما بيسان يعرف يعرفو problème ana motana avindola fi niveau alwenu oshunu ni so isani ni gasuru shiake. ممثل منظمة الصحة العالمية لدى البلاد جان بوسكو أكد في حديثه بأن المنظمة ستظل وفية بالتزاماتها في توفير الخدمات الصحية للبلاد. وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح قدم شكره باسم الحكومة للشركاء المانهين، وخصوصا منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمومة والطفولة اليونيسيف والبنك العالمي على دعمهم المتواصل لتشاد في مجالات ترقية القطاع الصحي. كما أن الاتفاقيات ستساعد بلا شك لحل بعض العقبات التي تواجه الصحة في تشاد، علما بأن هذه الاتفاقيات تخص كل من إقليم البطحة وجيرا ولوغون الشرقي، إضافة إلى إقليم وادي فيرا وإنيدي الشرق. وقعت اليوم السفارة الفرنسية لدى البلاد على اتفاقية تعاون مع الإغاثة الإسلامية الفرنسية لتنفيذ مشاريعها الخاصة باللاجئين العائدين من إفريقيا الوسطى والقاطنين بجنوبي البلاد. المناسبة جرت بمقر المنظمة. أحمد خميس جمعة. وقع على الاتفاقية من جانب السفارة الفرنسية سعادة السفير الفرنسي فيليب لاكوس، ومن جانب الإغاثة الإسلامية الفرنسية للتضامن العالمي مديرها العام جاك تيرنوار. هذا وبعد التوقيع أحيا كل من السفير الفرنسي ومدير الإغاثة الإسلامية الفرنسية والسيدة آن شارون منسقة البرنامج لدى منظمة الإغاثة الإسلامية الفرنسية، أحيوا مؤتمرا صحفيا تحدثوا جميعا حول الدافع من وجود المنظمة في تشاد منذ عام 2008.
حيث قدمت مساعدات للاجئين والنازحين في إقليم بحيرة تشاد والمتمثلة في الغذاء والمياه الصالحة للشرب. وحاليا لها أنشطة في جنوب البلاد حيث نزوح الآلاف من القاعدين واللاجئين من إفريقيا الوسطى نتيجة للأحداث المأساوية التي جرت هنالك، الأمر الذي لفت انتباه الإغاثة الإسلامية الفرنسية على التدخل الفوري لتقديم الدعم لهؤلاء الأبرياء، وذلك ما بين عام 2017 و2018. وتأمل المنظمة من الإغاثة الإنسانية تحسين الأوضاع الاجتماعية ومعالجة الوضع، كما تقدم لهم المعدات الزراعية لغرض فلاحة الأرض والحصول على المحاصيل وخلق فرص العمل لبعض المجموعات علها تساعدهم في تخفيف معاناتهم. ختم الحفل بتقديم أسئلة من ممثلي وسائل الإعلام العامة والخاصة وجدت ردا من قبل المؤتمرين. شهد أمس مقر الإدارة العامة للجمارك حفل التسليم والتسلم بين المدير الجديد للجمارك بركو ديدي الحاج والسابق جكون أحمد شرف الدين. المناسبة ترأس المدير العام لوزارة المالية والميزانية السيد محمد سنوسي زكريا. محمد طاهر الصالح. عقب المرسوم الرئاسي رقم 1325 القاضي بتعيين السيد بركو ديدي الحاج كمديرا عاما للجمارك خلفا للمدير السابق جكون أحمد شرف الدين، فإن عملية تسليم وتسلم جرت بين المدير السابق والجديد بحضور المدير العام بوزارة المالية والميزانية محمد سنوس زكريا. المدير السابق للجمارك تحدث عن عمله في إدارة الجمارك خلال 4.5 أشهر والتي تمثلت في جلب الموارد المالية لخزينة الدولة، مؤكدا خلال هذه الفترة تم توفير نحو 50 مليار و325 مليون، بالإضافة إلى فتح مكاتب الجمارك في الحدود وتم عملية إيراد الدولة عبر الإيصالات البنكية. كما شكر رئيس الجمهورية على الثقة وكل العاملين معه خلال فترة عمله. كما تناول ناصية الحديث المدير العام الجديد لإدارة الجمارك الحاج بركو ديدي شكر رئيس الجمهورية على توليه هذا المنصب، وقال إنه يعمل من أجل رفع التحديات لمواصلة العمل الذي تركه سلفا، وطلب من العاملين تغيير السلوك في ظل الجمهورية الرابعة والتعاون معه لإنجاح العمل. المدير العام بوزارة المالية والميزانية طلب من المدير الجديد بذل الجهد والعمل من أجل توفير موارد الدولة لدفع رواتب موظفيها، وطلب من العاملين بوزارة المالية وإدارة الجمارك التعاون معه لإنجاح المهمة. كما شهدت الإدارة العامة للضرائب مناسبة مماثلة بين المدير العام السابق والمدير العام الجديدة. المناسبة ترأسها أيضا المدير العام لوزارة المالية والميزانية محمد سنوسي زكريا. عبد الله عيسى محمد. جرى حفل تسليم وتسلم في الإدارة العامة للضرائب بين المدير العام السابق واندي داسيدي والمديرة العامة الجديدة هوا حياة محمد يوسف، حيث تراس الحفل المدير العام لوزارة المالية محمد سنوسي زكريا. وبهذه المناسبة قدمت 3 كلمات، أولاها من قبل المدير العام السابق لإدارة الضرائب واندي داسيدي الذي ركز في كلمته على 4 نقاط، وهي تفعيل وتأمين العائدات المالية عبر إيداعها في البنك المركزي، حيث بلغت 105 مليار فرنك سيفا خلال 4.5 أشهر. وكذا تطرق إلى هيكلة الإدارة العامة للضرائب إذ طرع تنشيط وتفعيل الموارد البشرية، وكما تناول حداثة العمل الضريبي عبر الشركاء والممولين ولا سيما البنك العالمي والوكالة الفرنسية للتنمية اللذين قدما معدات الحاسوب بغية تسهيل العمل الضريبي وتأهيل الأفراد. ومن ثم تحدثت المديرة العامة لإدارة الضرائب هوا حياة محمد يوسف شاكرة الرئيس الجمهورية على الثقة التي أولاها إياه وتعيينها في هذا المنصب، وأضافت بأنها تعتبر نفسها من عاملي المصلحة الضرائب وليست غريبة، وناشدت العاملين على تضافر الجهود لتحقيق تحصيل ضريبي يخرج البلاد من الأزمة الحالية. وأخيرا تحدث المدير العام لوزارة المالية محمد سنوسي زكريا منوها على التفاني والإخلاص في العمل في عهد الجمهورية الرابعة حتى يتحقق الإنعاش الاقتصادي لرفاهية الشعب التشادي، ودعا إلى تغيير سلوكيات العاملين وضرب عرض الحائط النفعية والمحسوبية. وفي الختام صافح العاملون الفريق الجديد للإدارة العامة للضرائب. أطلقت بلدية الدائرة السادسة حملة توعوية حول أهمية دفع الضرائب، كان ذلك بحضور ممثل الإدارة العامة للضرائب. المناسبة جرت بمقر
بلدية الدائرة السادسة محمد صالح الحسين. من أجل تقوية الاقتصاد الوطني نظمت بلدية الدائرة السادسة حملة توعوية لصالح سكان الدائرة حول أهمية دفع الضرائب التي تساعد في جمع الموارد المالية لبلدية أنجمينا، وذلك بدعم من مشروع كروزيت الذي قام بحملات مماثلة شملت عدد من مختلف دوائر العاصمة. بدأت المناسبة بمسرحية قدمتها فرقة حاضر دنيا تحث المواطنين على دفع الضرائب، ومن ثم كلمة عمدة الدائرة السادسة نيلجيتا ألارانجي الذي قال فيها إن المواطنين لم يسرعوا في عملية دفع الضرائب، وذلك لعدم معرفتهم لقوانين الدولة التي تخص الضرائب، وأضاف بأن هناك عوائق تواجه البلدية في جمع الإيرادات الضريبية من المواطنين، علما بأن هذه الحملة التوعوية كانت بالتنسيق مع الإدارة العامة للضرائب وبتمويل من السفارة الفرنسية لدى البلاد عبر هذا المشروع. نظمت مساء أمس غرفة الأعمال النسائية بتشاد يوما لعرض نتائج التدريب الذي نظمته الغرفة عبر البنك العالمي لصالح مجموعة من النساء بدولة تنزانيا حول كيفية تحويل وإنتاج المواد الغذائية المحلية. عز الدين الأمين. بغرض عرض نتائج التدريب الذي نظمته غرفة الأعمال النسائية بتشاد بتمويل من البنك العالمي لصالح عدد من النساء بدولة تنزانيا حول كيفية الاستفادة من المنتجات الغذائية المحلية وتحويلها إلى منتجات غذائية تصلح لفترة زمنية معدودة، أقامت الغرفة هذا اليوم التفاكري مع النساء اللائي تدربن في تنزانيا ومعرفة مدى الخبرات التي تحصلن عليها بهذا الشأن. حضر فعاليات العرض رئيس غرفة التجارة والصناعة والحرف اليدوية أمير دودو أرتين الذي قال إن المرأة تحظى بمكانة في دعم التنمية المحلية، مؤكدا على استعداد غرفة التجارة مساندة النساء اللائي يمتلكن مشاريع طموحة. أما رئيسة غرفة الأعمال النسائية التشادية شمس الهدى أبكر كدادي فقد أبدت قناعتها بالخبرات التي تلقينها النساء ربات الأعمال وهو ما يدفع بعمل الغرفة إلى المستوى المرجو. هذا وقد عرضت خلال فعاليات اليوم الإخباري بعض المنتجات الغذائية المحلية. شهد اليوم فندق هيلتون اللقاء الذي جمع النساء الأعضاء بغرفة التجارة والصناعة بممثلي شركاء البلاد في التنمية، وذلك بهدف التفاكر حول إيجاد حلول لتمويل مشاريعهن المختلفة. محمود مسلفي. جاء هذا اللقاء الذي جمع عددا من نساء غرفة التجارة والصناعة الزراعة والمناجم والحرف اليدوية وبعض من النساء العاملات في القطاعات الخاصة مع ممثلي شركاء التنمية بالبلاد بهدف إيجاد سبل كفيلة لتمويل المشاريع المختلفة للنساء المقاولات التشاديات وتدريبهن في كيفية الاستفادة من العائدات المالية. في بداية هذا اللقاء قدمت نائبة رئيس الغرفة التجارية خديجة كولينغار كلمة شكرت من خلالها النساء المقاولات على حضورهن في هذا اللقاء المشرف، ومن ثم قدم المدير العام للغرفة الحسن إدريس شرحا مفصلا عن الغرفة التجارية التشادية وما تقوم به من أدوار فعالة تسهم في تحقيق الإنعاش الاقتصادي الوطني، وأضاف بأن الغرفة منذ تأسيسها تعمل في 5 مجالات كالتجارة والصناعة والزراعة الثروة الحيوانية والمناجم. تنمية المرأة التاجرة هي تنمية العائلة، نقول تنمية العائلة تنمية الدولة. نطلب من السيد الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لأن النساء هم 52%. أما من جانب شركاء التنمية بالبلاد أكدوا في هذا اللقاء دعمهم لعدد من المشاريع النسائية بغية المساهمة في تطوير المرأة والارتقاء بها في العديد من المجالات. وفي نهاية هذا اللقاء تداخل عدد من النسوة في الغرفة التجارية والعاملات في القطاعات الخاصة بشرح للممولين وشركاء التنمية حول مشاريعهن الإنمائية وتدريبهن في كيفية الحصول على التمويل. في إطار الأنشطة التي تنظمها جمعية القلم للثقافة والتنمية نظمت حملة لعلاج أمراض العيون والأسنان بمدينة بنغور عاصمة مايوكبي الشرق في الفترة من 5 وحتى 11 من مايو الحالي. آدم حسن المكان. ضمن الأنشطة الإنسانية لجمعية القلم والثقافة والتنمية تأتي حملة فحص وجراحة إزالة المياه البيضاء من العيون وحملة طب الأسنان للمواطنين في ضواحي مدينة بنغور، وذلك بمركز الباتين الصحي في بوغاري الذي أنشأته الجمعية، حيث أشرف على أعمال وجراحات هذه الحملة 5 أطباء مختصين جاءوا من دولة مالي للوقوف على الحالة الصحية
وخلال 6 أيام من عمر هذه الحملة تم تسجيل 2500 استشارة طبية للمرضى، واستفاد حوالي 250 من المرضى من عمليات إزالة المياه البيضاء. خدمة يعني ما شاء الله ده خدمة هنت الوطن، نادي ما عنده وطني ما يسي خدمة فردة، خدمتي من ده خدمة كويس مرة واحد. فقال لنا إن لما نسيلهم بس شيء المنى أنتم وأن أنتم ألا بس. قائد الفريق الطبي للحملة دكتور ماليت أعرب هو الآخر عن رضاه التام لتحقيق الهدف من هذه الحملة. من جانبه حاكم إقليم مايوكي بشرق موسى هارون ترقو قام بتسجيل زيارة لمواساة المرضى والرفع من معنوياتهم، منتهزا الفرصة ليهنئ جمعية القلم على هذا العمل، داعيا الجمعيات الأخرى للحذو بالمثل. الحمد لله وأسوسياسيون نفردة كمان آخرين كل حلمين سولنا كثير أجل الناس ما يتابوا. من جهته رئيس جمعية القلم للثقافة والتنمية دكتور دايرو ستلاك شكر شركائه الأجانب ووزارة الصحة وخاصة الأطباء القادمين من مالي، متمنيا أن تواصل الحملة نشاطتها من أجل تعميم الفائدة، علما بأن جمعية القلم للثقافة والتنمية هي منظمة وطنية غير حكومية مقرها في مدينة بونغور. نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع منظمة الأمم والطفولة اليونيسف يوما توعويا وإخباريا حول استعمال دورات المياه بغية تفادي بعض الأمراض الناجمة عن سوء استخدام هذه الدورات. عبد الله. لوضع خارطة الطريق لاستعمال دورات المياه النظيفة وبصورة حضرية نظمت وزارة البيئة والمياه والصيد بالتعاون مع منظمة الأمم والطفولة اليونيسف يوما توعويا وإخباريا بضرورة الاعتناء لاستعمال دورات المياه الجيدة ومنع قضاء الحاجات في الخلاء، وذلك لعدم انتشار الجراثيم المسببة للأمراض. وبحسب ممثلة منظمة الأمم والطفولة اليونيسف قالت إن أغلب الأسر التشادية يعانون من أمراض جمع مصدرها البول والتبرز خارج دورات المياه، الأمر الذي ينجم كثيرا من الأمراض بصورة غير مباشرة، لذلك يجب الاهتمام والعناية بالنظافة والحرص على ممارسة تنظيف دورات المياه باستمرارية. الأمين العام لوزارة البيئة كيمتو سعيد أشاد بالتعاون الوثيق مع المنظمة في سعيها وتعاونها للأسرة التشادية، مشيرا إلى أن وزارة البيئة عبر شركائها في مجال التنمية البيئية والصحية يسعون دوما للتصدي على العوامل الملوثة للبيئة، وأضاف أن مسؤولية حماية البيئة تقع على عاتق الجميع، وذلك لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد. سياسيا نصب الرئيس الوطني لحزب التجمع الوطني من أجل الديمقراطية والتقدم RDP محمد الله طاهر نصب أعضاء المكتب الفرعي للحزب بمدينتي بلابي مايوكبي غرب ولاي بتنجلي. خليل حسن صالح. مدينة لاي حاضرة إقليم تانجلي هي المحطة الثانية لرئيس حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم، حيث نصب الرئيس الوطني للحزب محمد الله طاهر أعضاء المكاتب الفرعية بإقليم تانجلي. رئيس المكتب الفرعي بتانجلي فالدي جيروم ساو شكر الوفد ومناضلي الحزب بتانجلي لاختياره لقيادة شؤون الحزب بالمنطقة، ودعاهم إلى العمل سويا لجعل حزب الRDP الأول على مستوى إقليم تانجلي. الرئيس الوطني للحزب محمد اللو طاهر قال إن حزب التجمع له نظرة بعيدة المدى، وأنه يختلف عن باقي الأحزاب التي تسعى لإشباع قلة من الناس دون غيرها، وإن حزبهم يسعى لتحقيق المساواة بين الشعب التشادي، وأنه أسس من أجل إسعاد المواطنين في كافة ربوع البلاد، ودعا المناضلين إلى العمل من أجل تحقيق ما يسعون إليه من أهداف. بعد ذلك توجه الوفد إلى مدينة بالا حاضرة إقليم مايوكبي غرب، حيث استقبل استقبالا حارا من قبل مناضلي المنطقة. ليتم بعد ذلك مباشرة تنصيب أعضاء المكاتب الفرعية بمدينة بالا المكونة من المنسقية الإقليمية ومنسقية الشباب والمرأة. رئيس المكتب الإقليمي بمدينة بالا أعرب عن استعداد فريقه للعمل من أجل الحزب وتمثيل المناضلين في كافة الانتخابات القادمة، نفس الرسالة التي قدمها الرئيس الوطني للحزب إلى مناضلي تانجلي قدمها إلى مناضلي إقليم مايوكبي غرب. A
الحملة التوعوية التي يقودها السلطان باقيرمي بنك أجيويل محمد حول مخرجات المنتدى الوطني الشامل، وصلت هذه الحملة إلى قرية مولي ببوسو. الحسين النور يوسف. وصل سلطان باقيرمي بن عاجي ولي محمد إلى قرية مولي بكانتو مولي، وذلك ضمن جولته التوعوية التي يقوم بها من عجل حث الشيوخ التقليديين بإقليم شارع باقيرمي إلى ضرورة العمل وفق متطلبات سياسة الجمهورية الرابعة. بن عاجي ولي محمد ردد مرارا بأن الشيوخ التقليديين قد منحت لهم صلاحيات في السياسة الحالية للجمهورية، لذا دعاهم إلى العمل الجاد بقية المشاركة في بسط الأمن والسلام بالبلاد. ولنفس الغرض واصل السلطان جولته حتى مقاطعة بيسو التابعة لإقليم شارع باقيرمي، والتقى فيها أيضا مع الشيوخ التقليديين وقدم لهم نفس الرسالة. نقوم بجهودنا لأن شباب وشباب هنا إقليم أنا شارع باقيرمي نلعب دورنا ونلغو حقوقنا نسوء واجباتنا. اليوم كناد ما حرت ما تلقى خلا. جولة سلطان باقيرمي هذه ما هي إلا توصيلا لرسالة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو التي دعا فيها الشيوخ التقليديين للمساهمة في بسط الأمن والسلام والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع. ومن المنتظر أن يواصل السلطان بن عاجي ولي محمد جولته التوعوية هذه إلى باقي القرى بإقليم شارع باقيرمي. انطلقت أول أمس بمقر الهيئة الوطنية لترقية السياحة والحرف اليدوية عملية الإحصاء العام للفنانين الشادين، وفي هذا السياق فقد عد الزميل أدم حسن المكابي الورقة التالية. أصحاب المواهب الفنية ومن على شاكلتهم أصطفتهم الصدفة أو ربما غيرها ليكونوا في تفاصيل بداية الجمهورية الرابعة إن صح التعبير. عملية الإحصاء العام للفنانين الخطوة التي طال زمان عدم تنفيذها، شاءت الأقدار بأن تصل وتكون في هذه الأيام، فالوصول خير من عدمه. الهيئة الوطنية لترقية السياحة والحرف اليدوية المؤسسة المشرفة على عملية الإحصاء العام للفنانين تشهد بين الفينة والأخرى إقبال الفنانين من مختلف تخصصات الفنون ليقدموا أوراقهم الرسمية وأعمالهم الفنية لتؤخذ بالحسبان في أجواء من السعادة والفرح الغامر لهذا الإحصاء الذي سينظم الصفوف. من التشادين الباب فاتي لنا، والزول كأنت جاي تشتغل أي ما حاجة، كنت أنا فنان لازم تكون فنان وطني مواطن وتغني أغاني هنا البلد، هنا وطن تأدي الوطن حقه والبلد ذاته يديك حقه. اليوم أدرس الصومال بسودة بنتين هنا كل النية لخدمة وبوصف كي الوزارة كلها تابع خطة إيه تشيلها والأوفيس كلها خطة إيه تشيلها. واليوم الناس اللي خطوا قاعد يسجلوا الأرتيست كلها، الناس اللي عطوا لا تو أرتيست يا تو مارتي. كلهم شكرا الناس الوزارة قاعد بسوينا العاصمة بعرفونا بحابب يفارقونا وبعرفنا أرتيست يا تو والأرتيست والبخدم يا تو والمبخدم يا تو. نظرة الحكومة الثاقبة في الحفاظ على الهوية الثقافية التشادية وحمايتها وحفظها لا يأتي إلا بمثل هذه الفعاليات التي تحفظ وتعطي كل ذو حق حقه في مجال الفن. هدف عن الإحصاء عن الفنانين ده يعني قبل كل شيء ينتينا يعني العدد عن الفنانين هم كم، وأي أرتيست هو سوى شنو نقدر نعرفه. وفي أرده يعني نحن كأوفيس نقدروا كم نساعدهم ذاتا ياتو قاعد في التاريخ كان المساعدة، يعني ياتو نقدر نشجعه وياتو ما نقدره. خلاصة القول هي أن هذه العملية الإحصائية إذا انتهت بالشكل المطلوب فإنها ستمثل قاعدة صلبة للفن التشادي وأصحابه حتى لا يكونوا في التاريخ من الغابرين. دينيا، أطلق اليوم رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة إدريس دكوني الدكير أطلق أعمال الدورة التدريبية للمرشدين والمرشدات الذين سيرافقون الحجاج الشادين هذا العام إلى الأراضي المقدسة.
المناسبة جرت بقاعة المحاضرات بالجامع الكبير بحضور رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد خاطر عيسى محمود حسن سمو. من أجل أن يقوم الحاج التشادي بأداء مناسك الحج بحسب ما جاء في الكتاب والسنة، فإن اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة قد أطلقت عمل لجنة المرشدين والمرشدات التي أنشأتها في 16 من شهر مايو 2018 بهدف توعية الحجاج، ذلك انطلاقا من جهات وحتى الأراضي المقدسة. البرنامج يكون نفس البرنامج للـ20 بريديكاتير دول، ماذا يمشي حج في كلام واحد دا يمشي حج في كلام آخر، ما يكون كلكم المرشدين القايدين لما أوينوا للرجال للهجات مساج اللي انتو تنتو دا يكون نفس المساج، مساج اللي تنتو في إفراد يكون نفس المساج، في التمتت يكون نفس المساج، في أعرفة يكون نفس المساج. ونظرا لأهمية توعية الحجات بمناسك الحج، فإن اللجنة قد قامت ولأول مرة بزيادة عدد المرشدين والمرشدات، بحيث رفعت عدد أعضائها إلى 20 عضوا منهم 7 نساء، لأن نسبة النساء الشاديات اللي يقمن بأداء فريضة الحج تزداد سنويا. من الحجاج اللي بمشوا ده قريب 30% ده نسوان، والنسوان كمان بدوروا توعية كبير، عشان ده انتوا تربطوا سلوبكم عشان امهاتنا اخواتنا وازواجنا الماشين ده بفهموا عديل شنو الحج، والمشكلة كتير كله فوقكم انتوا، عشان ده لازم انتوا كله تساعدوا بعضكم. إذن على أعضاء هذه اللجنة التي رأسها الشيخ عبد الدائم عبد الله أثمان القيام بتوعية الحجاج من الآن وحتى بداية الحج وأثناء الحج بالأراضي المقدسة. نظم مساء أمس التجمع الكنسي في تشاد حفل الانطلاقة الرسمية لفعاليات الأنشطة الأسبوعية لتعليم الديانة المسيحية. عبد الله هارون. تجمع تحالف الكنائس الإنجيلية في تشاد تطلق فعاليات الأنشطة الأسبوعية لتعليم الديانة المسيحية، والذي يتزامن مع مناسبة عيد الخميس عند المسيحيين، حيث استحلت المناسبة بكلمة رئيس اللجنة المنظمة والذي بيّن أهمية هذا اليوم والأنشطة المصاحبة لهذا الأسبوع. وخلال ذلك فقد أشار رئيس اللجنة المنظمة إلى ترسيق مبادئ روح التسامح والسلام والمحبة من أهم الفضائل في الديانة المسيحية. أما رئيس تجمع الكنائس الإنجيلية بيشوب أمان استعرض أهمية الأسبوع عند الكتاب المقدس في حياة المسيح عليه السلام. يذكر أن الأسبوع التعليمي للديانة المسيحية يتقلله عدة أنشطة، أهمها دراسة الكتاب المقدس والتمسك بالتوجيهات والمواعظ التي تدعو إلى الفضائل وإقامة القداسة والصلوات الإنجيلية. احتضنت مدينة آتيا حاضرة البطحة فعاليات كأس البطولة الإقليمية لكرة القدم، حيث جمعت المباراة النهائية بين فريقي الصليب الأحمر وفريق البيطرة. المناسبة كانت بحضور حاكم الإقليم علي أضم عبد الله بجانب المسؤولين محمد طاهر جبرين الحر. بعد 3 أشهر من المنافسات جمعت المباراة الختامية لبطولة الرابطة الإقليمية لكرة القدم بالبطحة فريقي آس كرواروج وآس فيترينير. المباراة التي حضرها المسؤولون على رأسهم الأمين العام لإقليم البطحة كودي دانيكي ووفد من الفيدرالية التشادية لكرة القدم بقيادة الأمين العام جبرين ديمبيلي كانت مباراة ممتعة وشهدت أداء فني رائع من قبل الفريقين. كانت الغلبة في كلا الشوطين لصالح آس كرواروج لتنتهي المباراة بنتيجة 3 أهداف لهدفين لصالح آس كرواروج. شهادات شكر وعرفان قدمت إلى عدد من الشخصيات والمؤسسات لمساهمتها في إنجاح هذه البطولة، كما قدمت جوائز للاعبين والفريق المتفوق. وبهذا يكون فريق آس كرواروج قد حصل على لقب البطولة وكأسها. الأمين العام للفيدرالية التشادية لكرة القدم جبرين ديمبيلي وعضو المكتب التنفيذي للفيدرالية حسين لادوال أشاد بمهارة لاعبي كرة القدم بإقليم البطحة وتمنيا لهم أن يصلوا إلى مستوى المشاركات الوطنية المختلفة.
قدم أول أمس رئيس تجمع الكنائس الإنجيلية بتشاد الأب دافيد راتو حديثا صحفيا بمدينة بيتكين حاضرة مقاطعة الطيور بإقليم جيرا. حديثا صحفيا أعلن في هذا الحديث الصحفي الانطلاق الرسمي لأنشطة مشروع الأمن الغذائي بالإقليم، وهو مشروع يهدف إلى دراسة كافة الملفات المتعلقة بسوء التغذية في الأوساط الريفية، كما أنه مشروع يقيمه تجمع الكنائس الإنجيلية لسكان المنطقة الذين يقدرون بنسبة 90% من المزارعين، وأن الانطلاق الرسمي لهذا المشروع تكون بتاريخ 24 من مايو الحالي 2018. إليكم هذا المرسوم الرئاسي الذي يحمل الرقم 1332 باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والمهجر. المادة الأولى، يصدر المرسوم الآتي: عين السيد بشير تربو عبود سكرتيرا أولا بسفارة جمهورية تشاد بطرابلس دولة ليبيا. المادة الثانية، يستفيد المعني من جميع الحقوق المنصوص عليها في المرسوم رقم 570 الصادر بتاريخ 2012 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في 18 من مايو 2018. بهذا المرسوم مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة.